جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون سلام الإنسان على نفسه إذا ما دخل بيته؟ المراد بقوله فسلموا على أنفسكم أي سلموا على من في البيوت، لأن المسلمين نفس واحدة، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا يشمل قتل الإنسان نفسه وقتل أخيه، أن المسلمين نفس واحدة. فمعنى قوله تسلموا على أنفسكم يعني تسلمون على من في البيوت. نعم.